السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت بتعمل الفيديوهات محتاج ان انت تضيف في بعض الصوتيات مؤثرات صوتية وهكذا، فالموقع دوت فيه مؤثرات كتيرة تقدر انت تحملها. ولكن مثلا عايز تحط صوت قطة، عايز تحط صوت مثلا ناس بتشجع كورة وهكذا، اي صوت من دول تقدر تدخل جواه وتعمله داونلود وتبدأ ان انت تحمله عندك في كامتازيا او اي برنامج من برامج الصوتيات. تقدر تحمله كـ MP3 وتشتغل بيه عادي. انا بحب الـ MP3 عن الويف.